سعدني ان اكون مع الكابتن حسام البدري المدير الفني للنادي الاهلي. برئ لك تحيات كل الضيوف في الاستوديو، وبالتاكيد سعداء بهذه النتيجه والشكل يا كابتن حسام. الاهلي في المرحله الحاليه في شكل مختلف تاني خالص. تحياتي لميدو، محمد فاروق، شريف عبد المنعم، ربيع ياسين، عادل عبد الرحمن، محمد يوسف، كل دول تحياتي ليك. في حد نسيناه؟ واحمد كشري. تحياتي ليكم جميعا. انا حييت ميدو، حييت تحياتي ليكم جميعا. بقول طبعا الحمد لله على الفوز النهارده، واكيد انا بقول طبعا نتيجه مرضيه، لكن دائما بقول ان كره القدم ما فيهاش اطمئنان. يعني ممكن يحصل اي حاجه ويحدث اي حاجه طبعا، وشفنا فرقه مولانا بالرغم من الهزيمه 4 النهارده، لكن عندها عناصر قوه برضو، وبالذات في الناحيه الهجوميه بنشوف السرعات اللي موجوده عندهم، ويمكن في بعض الهجمات كانوا شرسين، عندهم شراسه، وكانوا قريبين طبعا ان هم ممكن يسجلوا في بعض الهجمات اللي اتعملت، لكن في كان تعامل جيد من المدافعين ومن احمد الشناوي، وفي بعض الاحيان كان في تسرع منهم يعني. لكن انا بقول برضو على الجانب الهجومي بالنسبه لفرقه مونانا عندها عناصر انا بقول كويسه. النتيجه الحمد لله مرضيه، لكن زي ما انا بقول مفيش اطمئنان. بحمد ربنا على النتيجه وبشكر اللعيبه، وبقول ان شاء الله هنرجع تاني لمشوارنا المحلي، ونفكر في مباراه انبي الهامه جدا ان شاء الله، وبعد كده نبقى نفكر في مباراه مولانا ان شاء الله. البعض يعتقد ان 4 يبقى الموضوع انتهى، ايه الرساله اللي ممكن توصلها للاعيبه كابتن حسام بعد الفوز النهارده؟ لا اطمئنان، مفيش اطمئنان لاي نتيجه، وكره القدم يعني من خلال سنين طويله جدا انا بقول لك ليا وللاخرين اللي انت بتتفرج عليهم، كره القدم ما فيهاش اطمئنان، في نتائج بتبقى مرضيه طبعا، بقول ان هي نتيجه مرضيه لكن ما فيش اطمئنان، وقد يحدث اي شيء في كره القدم، فلازم برضو نستعد بشكل كويس لفرقه مولانا ولمباراه العوده ان شاء الله، ونستغل النتيجه المرضيه اللي احنا عملناها، المرضيه وليس الحاسمه ان شاء الله، لكن زي ما انا بقول بنرجع تاني مشوارنا المحلي ومفكر فيه ان شاء الله. العبء النفسي اللي ممكن لو انت بتفكر في اكثر من بطوله النهارده ساعدك، اللي انت خلاص المسابقه المحليه انجزتها بشكل متميز، ده خلاك تفكر في البطوله الافريقيه بشكل اكتر، مخليك في اريحيه حتى؟ محمد بتقول لي انجزتها لسه يا محمد، ما انا بقول لك ما فيش اطمئنان. لا لا ما فيش حاجه اسمها يعني، يعني الحمد لله ماشيين بشكل كويس في البطوله المحليه، لكن لم تحسم البطوله المحليه، لسه عندنا مباريات ومباريات في غايه الصعوبه، وعلى الجانب الثاني انا بقول بنشوف الاهداف اللي موجوده لكل الفرق اللي موجوده في بطوله الدوري العام، يمكن مختلف عن السنه اللي فاتت شويه، فان شاء الله بتمنى من ربنا ان الخطوات اللي احنا وصلنا لها ان شاء الله يبقى في صالحنا، ونتعامل معاها بشكل ايجابي، وتبقى بشكل ايجابي اكتر في اشياء اخرى ان شاء الله، لكن كل الكلام دوت الى ان نصل ان شاء الله للحسم باذن الله نبتدي نفكر في النقاط اللي بعد كده، فلم نصل الى الحسم لغايه دلوقتي. مش هطمن منك على حسام عاشور لان اشتكى من حاجه وبعد كده حضرتك غيرته، هل اشتكى من اصابه ما كملش ولا نطمن منك على حسام عاشور؟ اصابه في كتفه وكان طبعا فيها يعني اعاقه شويه او فيها صعوبه شويه للحركه بتاعته، كانت واضح جدا، لكن هو كان عنده رغبه ان هو يكمل، وانا سعيد طبعا برغبه اللعيبه، وبالرغم ان الخبطه جامده ويمكن تاكدنا بعد المباراه شويه الكدمه جامده شويه، لكن الحمد لله تاكدنا ان هي مش في التركوه، فان شاء الله تبقى بسيطه، لكن بالفعل طبعا كان في كدمه. هدف مروان محسن، محتاج اسالك على مروان في المرحله الحاليه يا كابتن حسام، لانك كمان بتدفع بيه بعد ما ظهر بشكل جيد في المباراه الاخيره، شايف الانسجام والظهور في الشكل الهجومي، وحضرتك بتعمل شكل مختلف شويه في الناحيه الهجوميه بتغيير بعض العناصر ودخول مروان في حته ممكن يشتغل بها مع ازارو يكون فيها ايجابيه للفريق؟ كل مباراه وليها تفكيرها، النهارده مباراه بتفكر في النهارده اول باتنين راس حربه، والحمد لله كنا موفقين الحمد لله، ويمكن الشوط الاولاني هم اللي بداوا راسين حربه بالتهديف، ومروان ادى بشكل كويس بالرغم من غيابه طبعا لفتره طويله، لكن حالته طبعا هي اللي بتخلينا نقرر ان هو يبقى موجود، وكل مباراه ليها ظروفها وليها تفكيرها. يعني المدير الفني للاهلي على هذا المشهد الجميل، الجمهور طبعا بيبقى حضوره شيء ايجابي كبير جدا، وجماهير النادي الاهلي يعني جماهير بتاثر بشكل ايجابي كبير جدا، وشفنا انا بقول يمكن في بعض الفترات اللي النهارده حيه شويه في التفكير في النتيجه 8-2، وجود الجماهير بينشط اللعيبه بشكل ايجابي جدا، وبيبقى ليها عنصر ايجابي جدا، فحضورهم النهارده شيء بيسعدني، واحنا مفتقدينهم يعني مفتقدين الجماهير، لكن ان شاء الله يبقوا عامل ايجابي في كل النواحي بالنسبه لنا، وباذن الله باذن الله زي ما انا بقول
ان الجماهير، لان الجماهير بتبقى وجودها مهم جدا بالنسبه لنا. انا بشكرك وبشكرك على الاداء والنتائج والارقام اللي بتحصل في الفتره الاخيره سواء على المستوى المحلي او المستوى الافريقي. البطوله الافريقيه هدف مهم جدا. زندقة لقاءنا مع كابتن حسام البدري المدير الفني لفريق النادي الاهلي. شام عالم امور كثيره تخص هذه المباراه، لكن ما زال هناك شوط